فإذن الآن بخصوص هذه الصورة، لاحظوا أنها بالموقع معكوسة بهذا الشكل، هي ليست معكوسة لأنها جاءت يسار اليمين، نحن يمين يسار، فجاءت الصورة بشكل مختلف. حتى أقوم بقلب الصورة، فيمكن أن أقوم بإنشاء كلاس جديد للصور بهذا الشكل. فمثلا أخذ مثلا هذا الريجستر بوتن الذي لدي هنا، أقوم بنسخة. طبعا الآن أنا في functions.php، وأنا أريد فعليا الووردبريس إيمج، فإذا هذه هي ووردبريس بلوك إيمج، وبداخلها الإيمج هذه التي أنا أريد فعليا يعني invert لها. فهنا سأكتب image inverted، أو ليس inverted، دعونا نقول mirrored، فإذا image mirrored، لأن فعليا نحن نريدها أن تكون mirror على محور x. فهنا سنكتب is block image، وهنا is style سنكتب image mirrored. وهنا بالنسبة لي سنختار tag image مباشرة بعدها tag image، وهنا سنكتب التالي، سنكتب أن هذه الإيمج نريد transform لها، وسنكتب scale x minus 1، وسأقوم بحذف هذا الذي نسخته قبل قليل. فإذا الآن الشيء الذي سيحدث، أن عندما أقوم أنا بالتحديث هنا واختيار هذه الصورة، فيمكن من هنا أن أختار أن image mirror the theme image، هذا كتبته theme button. لماذا؟ لأنني نسيت أن أقوم بتسميته، فهنا سأكتب image mirrored image mirror. فإذا الآن لو قمت بالتحديث مرة أخرى وأختار الصورة مرة ثانية، وهذا image mirrored، يفترض أن يتم قلب الصورة. فإذا لا أعرف لماذا لم يتم تطبيقها مباشرة، لكن ربما يتم تطبيقها هنا. فإذا لنرى، ربما أنا كتبت شيء بشكل خاطئ، سنصححه الآن معا. بالفعل هنا تم قلب الصورة على محور X، جيد، لم يتم قلبها هنا بالإديتر. هذه الأشياء تحدث أحيانا معكم، سيتم تطبيق شيء على الواجهة الأمامية لكن لن يتم تطبيقه على الإديتر، وذلك بسبب تعامل ووردبريس مع الأمور، فطريقة الريندر على الفرونت إند تختلف عن الإديتر. فإذا لا مشكلة، نحن طالما هي هنا صحيحة فلا مشكلة بذلك. طبعا بخصوص هذه الأعمدة الموجودة هنا، فيمكن أن نختار هذه الأعمدة من هنا، جيد، بهذا الشكل. وهذه الأعمدة إذا اخترتها أنا، فهنا يمكن أن أختار طريقة ترتيب الأعمدة، يمكن أن أكتب محاذاة للوسط. إذا قمت بالتحديث مجددا، لاحظوا ستصبح الصورة بهذا الشكل. لكن الشيء الذي يبقى أن أجعل هذا العمود يعني تقريبا محاذاة للجهة، ربما مارجن رايت ربما، فإذا لنقوم بذلك. فبكل بساطة هنا بنفس الطريقة سأقوم بإنشاء ستايل، سأقوم بإنشاء ستايل للكولوم. فإذا هنا كور كولوم، وهنا سأكتب LWN photographer، نسميه كولوم، لا أعرف نسميه كولوم أو نسميه كولوم كولوم موفد مثلا، ليس اسم جميل، لكن يعني أي اسم الآن حتى نتقدم، يمكن أن نغيره لاحقا. فإذا كولوم to right مثلا، وهنا بالتالي سيكون عندنا لدينا هنا الكولوم و style LWN photographer، وهنا سأكتب كولوم moved. وهنا فعليا بداية أنا سأقوم بشيء أنني أجعله background red حتى أتأكد أنه أخذه، وربما أقوم أيضا بإضافة شيء اسمه margin right مثلا سالب أو 20 بكسل بهذا الشكل. فالآن هنا مجرد أن أقوم بالتحديث بهذا الشكل، هذا القسم طبعا حتى أحدد الأب، يمكن أن أقوم بالنقر على هذا لتقوم بتحديد الأب. فإذا هذا هو الكونتنت، لكن أنا أريد العمود ككل. هذا العمود أريد أن أختاره عمود column to right بهذا الشكل. فإذا column to right، لاحظوا أصبح
أحمر بهذا الشكل. والآن لنرى النتيجة. هنا بدلاً من right يمكن أن نكتب margin inline start 60 بكسل، ومارجن انلاين اند نكتب 60 بيكسل بهذا الشكل. يمكن ان تجربوا بهذه القيم حتى يظهر لكم شيء معين. فدعنا لنرى، فدعنا تظهر بهذا الشكل جيد جدا ممتاز. انا لو قمت مثلا بالقيام باختبار على الهواتف الصغيرة او الريسبونسر، فدعنا نلاحظوا فاذا هذا هو يظهر بشكل جيد، لكن بالنسبة للمارجن التي لدينا فهي ليست جيدة على الهواتف فيمكن أن نقوم بإضافة هنا شيء، هنا نضيف التالي at media screen and الماكس ويدث يجب أن يكون 787 بيكسل، وهنا سنضيف هذا جيد. لكن بالنسبة دعونا نرى إذا أخذ هذه القاعدة، سأكتب background yellow، والمارجن ستارت يمكن أن أضعها مثلا هنا 10 بيكسل و 10 بيكسل. يمكن أيضا أن أضيف مارجن توب. مارجن توب نستعيد عنه بالخصائص المنطقية بالCSS اسمها مارجن لوك ستارت، ويمكن أن نكتب 10 بيكسل بهذا الشكل. فإذا لنرى، فإذا تحديث، فإذا الآن لاحظوا يظهر بشكل جيد، لكن الشيء الوحيد هو بالنسبة للمارجن هنا. لو كتبنا مثلا، قمنا بكتابة هنا، هنا لم أكتب 10 بكسل عفوا. فإذا لنرى، نجرب مرة أخرى نفس الشيء تقريبا. لو كتبنا مثلا هنا inline auto نعم هكذا أفضل، ولكن نحتاج أن نرفعها قليلا لكتابة هنا 20 بكسل. ممتاز هكذا. الآن يمكن أن أقوم بمسح اليلو من هنا ومسح الريد جيد، وأختبر كتاباتي مرة أخرى. إذا لاحظوا ها هي، فممتاز. والآن إذا قمت أنا بكتابة بهذا الشكل أيضا ظهرت لدينا بهذا الشكل. إذا ممتاز.